السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشرح اليوم هامينج كود من مقرر اتصالات بيانات. تفضل. قل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القانون الأساسي في المعادلة، هذا تطلع منه قيمة الآر. إيش هو الآر؟ الآر هي أرقام تضيفها على البتات عشان ترسلها إلى هذا. أولا يعطيك مثلا السؤال 1 0 0 1 1 0 1، كم عدد البتات هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7، تساوي 7 بت. بعدين إيش هو السبعات هذه؟ الأم في القانون. بعدين تجرب أكثر من رقم لقيمة الآر حتى تحقق هذه المعادلة. مثلا F R يساوي 1، تعوض بقيمة الواحد في هذا القانون. 2 أس 1 أكبر من أو يساوي M عدد البتات اللي في أعطاك في السؤال، 7 زائد 1 زائد 1، كم يساوي؟ 2 أكبر من أو يساوي 7 زائد 1 زائد 1 9، خلاص يعني الآر ما يساوي 9. نجرب مثلا إف آر يساوي 2. إذا آر يساوي 2، 2 أس 2 أكبر من أو يساوي 7 زائد 2، 2 إيش قيمة الآر؟ قيمة الآر هنا 7، إم عدد البتات في الجدول، زائد 1 1 ثابت في القانون. طيب هنا يكون 2 أس 2 يساوي 4 أكبر من أو يساوي 7 أكبر من أو يساوي، هذه كاملة تساوي 10، برضو غلط يعني R ما يساوي 2. نجرب مثلا مو 3، نجرب 4. إذا R يساوي 4، 2 أس 4 أكبر من أو يساوي 7 زائد 4 زائد 1، 2 أس 4 يساوي كم؟ 16 أكبر من أو يساوي 7 زائد 4 11 زائد 1 12، يعني الآر صحيح، قيمة الآر تساوي 4. هنا هذه طلع قيمة الآر، هذه صحيحة يعني. طيب إيش القانون الثاني؟ القانون الثاني R زائد M. ايش سوي هذا القانون؟ هذا تطلع منه، تعرف منه كم بت بيكون الجدول. طيب ايش الار؟ الار طلعنا هنا ب4 زائد الام اللي في السؤال 7 زائد 7 يساوي 11، يعني عدد الخانه اللي في الجدول 11. طيب نسوي الجدول هنا من 11 خانه، هذا الجدول 11 خانة زي ما طلعناها في هذا القانون، تمام. نيجي هنا نكتب مثلا، نكتب الآر آر 1 آر 2 آر 3 آر 4. طيب آر 1 يساوي 2، هنا كلها 2 2 2، ايش هذه الاثنين؟ هذه لانك تستخدم في الباينري 1 و0، يعني رقمين يكون عندك، 1 و0 يعني 2. طيب 2 0 1 2 3، طبعا هذه الارقام هذه ثابته. طيب كم قيمه ال 2 أس 0؟ 1 1. 2 أس 1 2 2 أس 3 2 أس 2 4 2 أس 3 8، تمام. إيش هذه الأرقام؟ هذا موقع R1 في الجدول، هذا موقع R2 في الجدول. طيب كم موقع R1؟ 1، يكتب هنا R1، هذا R1. R2 كم قيمته؟ 2، يكتب هنا R2. R3
ار 3 4 ار 3 ار 4 يساوي 8 8 يعني رقم الرقم في الجدول ار 4 بعدين تنزل الارقم اللي اعطاك في السؤال الارقم اللي اعطاك في السؤال تنزلها في الجدول زي ما هي 1 0 1 1 0 0 1 هذه يعطيك في السؤال. الخطوه اللي بعدها حدد قيمه ار 1 قيمه ار 2 ار 3 ار 4 عشان ترسل الباكيت يكون 1 و0 بس. طيب اول شيء نحل ار 1 ار 1 كم قيمته في الجدول 1 تاخذ 1 وتترك 1 ليش لان هنا 1 تاخذ 1 و3 تترك الاثنين تترك 4 تاخذ 5 و7 و9 و11 تمام سجل بعدين 1 تسجل الارقام اللي اخذتها من هنا 1 3 5 7 و9 وال11 كم قيمه الواحد ار 1 تخلي فاضي كم قيمه الار 3 1 الخمسة صفر قيمة السبعة واحد قيمة التسعة صفر هذه واحد تمام بعدين نسوي XOR ايش ال XOR اذا كان واحد أو صفر مع صفر يساوي صفر واحد مع هذه علامة XOR مع صفر يساوي واحد صفر مع واحد يساوي واحد واحد مع واحد يساوي صفر هذه أساسية طيب واحد مع صفر هذه واحد مع صفر واحد واحد مع واحد صفر مع صفر 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 مع واحد 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 يعني قيمة قيمة ار واحد قيمته مو هذا هذا موقعه في الجدول وهنا القيمة هنا القيمة هنا الموقع في الجدول طيب ار واحد قيمته واحد ار اثنين ار واحد لان قيمته في الجدول واحد اخذنا واحد تركنا واحد ار اثنين قيمته في الجدول اثنين تاخذ اثنين وتبدا من ار اثنين يعني تاخذ هذه الاثنين تترك هذه الاثنين تاخذ هذه تترك هذه تاخذ هذه يعني عندك اثنين ثلاثه سته سبعه عشره احداث كم قيمة الاثنين؟ ار تتركها فاضية، قيمة الثلاثة واحد، الستة واحد، السبعة واحد، العشرة صفر، والاحداش واحد، سوي نفس العملية اكس او، واحد مع واحد، صفر، صفر مع واحد، واحد، واحد مع صفر، واحد، واحد مع واحد، صفر، قيمة ار اثنين تساوي صفر، ار ثلاثة ار ثلاثة كم قيمة في الجدول؟ أربعة تأخذ أربع بتات وتترك أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة وتترك هذه الأربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة تترك هذه طيب كم تساوي؟ الأرض تتركه فاضي الخمس تكتب كم الرقم اللي أخذته؟ أربعة خمسة ستة سبعة كم قيمة الأربعة؟ قيمة الأربعة تتركها فاضية لأنها R قيمة الخمسة صفر الستة واحد السبعة واحد إكس أور واحد مع صفر صفر مع واحد 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 مع واحد صفر تمام قيمة R ثلاثة هنا طلع صفر هذا آخر شيء قيمة R ثلاثة تساوي صفر R أربعة
كم قيمته في الجدول؟ 8. تأخذ 8 بالثلاث وتترك 8. لو أخذت 8 وبدأت من هنا يبقى معك 4، خلاص تأخذ هذه الأربعة بس. طيب أخذت 8 و9 هنا و10 و11، قيمة الثمانية كم تساوي؟ أر تتركها فاضي. قيمة التسعة صفر، العشرة صفر، 11 واحد. اكسر صفر مع صفر، صفر مع صفر صفر، صفر مع واحد واحد. قيمة أر أربعة، قيمة أر أربعة تساوي واحد واحد. طيب بعدين تسوي الجدول مرة ثانية. طيب دحين هذا الجدول نفسه لو ما حطينا فيه ولا شيء، بعدما طلعت قيمة R1 R2 R3 R4 تكتب قيمتها في الجدول. R1 كم موقعه؟ موقعه 1، كم قيمته؟ 1 1. R2 موقعه 2، كم قيمته؟ 0. R3 موقعه، موقعه في الجدول 4، قيمته 0. تيجي عند 4 تجي 0. R4 موقعه في الجدول 8، قيمته 1. بعدين تنزل نفس البيانات او الارقام اللي في السؤال وفي هذا الجدول، تاخذها من الجدول الاسهل يعني. 3 يساوي 1، 5 0، 1 1 0 0 1. هذه نهايه الجزء الاول من السؤال. هذا المرسل تتصل بهذه الطريقه يعني تكون بالتاء من المرسل. ايه هنا هنا هيتحلل المرسل. طيب ننتقل للمستقبل. طيب هنا المستقبل يستقبل البيانات تكون كذا. كيف يكتشف انها خطا؟ يطلع قيمه ار1 ار2 ار3 ار4. طبعا اول شيء ار1 هذه طبعا معروفه في السؤال، الموقع في الجدول. تمام. R1 موقعه في الجدول 1، صح ولا لا؟ هنا R1 حل بنفس هذه الطريقة أو في طريقة ثانية إنك تكتب اللي هنا على طول. شوف الأرقام اللي كتبتها أول مرة طلعت القيمة، تكتب على طول كده R1 كم يساوي؟ 1 و3 و5. هذه القيمة اللي كتبتها أول مرة عشان تطلع قيمة R1. 5 7 9 11 كم الواحد؟ واحد اللي هو الموقع في الجدول، واحد. الثلاثة واحد. الخمسة صفر، واحد صفر واحد. الرقم من هنا أسهل يعني. طيب اكس او هنا الجدول الاكس او واحد مع واحد صفر صفر. طيب واحد اكس اور واحد مع واحد واحد صفر صفر. صفر مع صفر صفر. صفر مع واحد واحد. واحد مع صفر واحد. واحد مع واحد صفر صفر. طيب ار واحد يساوي صفر. طيب ار اثنين ايش القيمة اللي اخذناها؟ هنا هذه اللي وضعها 2 3 6 7 10 11. ايش الاثنين؟ الاثنين ناخذها من هنا 0 1 1 1 0 1. اكس اور 0 مع 1 1. 1 مع 1 0. 0 مع 1 1. 1 مع 0 صفر. واحد مع واحد صفر. طيب ار اثنين يساوي صفر. ار ثلاثة نفس الطريقة. ار ثلاثة يساوي اربعة. هذه القيمة اللي اخذناها خمسة ستة سبعة. الاربعة كم؟ صفر، لان هنا ما اخذنا اول مرة لانه كان ار، لكن هنا بعد ما طلعنا صفر صفر واحد واحد. اكس اور صفر مع صفر صفر. صفر مع صفر صفر. صفر مع واحد واحد. واحد مع واحد صفر. ار ثلاثة يساوي صفر. ار اربعة
أربعة هنا، هذه القيمة اللي أخذناها في R4. R4 تساوي 8 9 10 11. الثمانية كم قيمة الثمانية؟ واحد. التسعة صفر. العشرة صفر. الاحداش واحد. طب اكس اور واحد مع واحد مع صفر؟ واحد. واحد مع صفر؟ واحد. واحد مع واحد؟ صفر. طيب ار اربعة يساوي صفر. ايش يعني هذه كلها اصفار؟ يعني المسألة استقبل هذه البتات وما فيها ولا مشكلة. إذا طلع عندك الحل كله أصفار يعني حلك صحيح. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.